وبعدين برضو انا عايز اسال سؤال، هو طارق حامد العالم او الناس اللي بتتفرج كلها شافت قد ايه ان طارق حامد على الشاشه دي كانت على الشاشه، مش دي كانت موجوده على الشاشه لما كان بيشتم كهربا؟ طبعا ما كانت موجوده كل حاجه، كانت على الشاشه برضو ولا ما كانتش على الشاشه؟ ما انا مش فاهم برضو، ما هو الواحد انا الحقيقه مش قادر اتكلم. ما هم يعني في مونتاج اللي هو بيقول لك عليه ده، خد الحاجات، خد حاجات معينه، حاجات معينه والحاجات الثانيه لا. هو كده، وتاني حاجه يقول لك احنا ما لناش دعوه، هي حاجه جت من عن طريق الشركه اللي اذاعه اللقاء والحاجات اللي عملت دي كلها. فهي دي النقطه، النقطه اللي انت الجدال كلها انت بتتكلم فيها، انت شايف حاجه وانا شايف حاجه، بس شريط اللي جانا في حاجه ثانيه خالص. بس انا جاي دلوقتي لجنه التظلم ايه، انا موجود باللجنه الموجوده اللي هي الشريط اللي جالي بحكم منه، فانا شايف حاجه وانت شايف حاجه، بس اللي جالنا في حاجه تانية مختلفه. فدي النقطه اللي بتقدر تحط عليها العقوبه. ممكن اصلا في ناس ما عملتش اي حاجه زي ما قلت لك، ياسر وجاي وراح، هو ده اللي حصل الموضوع. فده اللي بنتكلم، نتمنى الشفافيه والعداله زي ما بنتكلم. ويا جماعه اللي غلط غلط، اللي غلط لازم يتعاقب. احنا بنتكلم، احنا مش عايزين اكتر من كده، احنا بنتكلم عمره طول النادي الاهلي مساند ومدافع عن حق النادي الاهلي، عمرنا ما اتكلمنا في حاجه ثانيه او تجاوزات. انا ما اعرفش هل بيتم عقاب النادي الاهلي على التعاقد مع الكهرباء؟ ما هو ثلاث تراكمات، ده سؤال يعني، ما انا بقولش حاجه، ولكن ده سؤال، هل بيتم عقاب النادي الاهلي عشان تعاقد مع كهرباء، تعاقد مع لاعب هو محتاجه خلال الفتره اللي فاتت وشاف ان موقفه او اللجنه القانونيه شافت ان موقفه سليم وبالتالي تعاقد مع النادي، هل بيتم عقاب النادي الاهلي علشان تعاقد مع كهرباء يا ابو مسلم؟ طبعا المنظر ده طبعا. انت خلي بالك النادي الاهلي ما بيتعاقدش الا مع لعيب لما يكون قانوني، وضعه القانوني موجود 1000%، والنادي الاهلي كل التعاقدات بتاعته سليمه 100%. الراجل دلوقتي ما عرفوش، ما فيش اي حاجه، ما لقوش اي مخرج. فطبيعي لا، تعالى خلاص، هي يعني مصدقت ما انت ايه كان عندك يعني، زي ما صدقت لك بقى انت عملت مشكله، فتعالى انت بقى. وتاني حاجه هو مش طرف في المشكله خالص، ده بالعكس، ده هو من ساعه ما نزل في استفزازات موجوده من حازم امام، زقه بالكوره برده قبل الكوره، وطارق حامد عمال ما هو ما شافش المونتاج بتاع طارق حامد اللي بقاله 3 دقايق عمال يشتم في الراجل. لا ما دي غريبه جدا، دي على الشاشه على فكره، كلنا شفناها وكلنا عارفين ده، احنا سامعين اللغه دي كده يعني، احنا مجرد الكلام ده فاهمين اللي اتقال ايه واللي اتعمل ايه. انا برده الحقيقه احنا عندنا الحقيقه لجنه الانضباط فيها قضاه عادلين جدا، واحنا عارفين ان احنا مش شاككش، بس احنا بنطلب الحق بتاعنا الناس، لكن احنا الحقيقه برضو محتاجين ان احنا نعرف الناس. خلي بال حضراتكم، الناس يعني ثائره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني يا كابتن اسلام، طب بعد اذنك لو في حاجه كهرباء عملها خلاص يبعتوا للنادي الاهلي، وهو ده اللي احنا كنا بنقوله، ان هم يعني يبعتوا حتى للنادي الاهلي بحيث ان يبقى، او يبعتوا للناس يوضحوا للناس ماذا يحدث، لانه الحقيقه الأمور صعبة جدا.